نحييكم من جديد أيها الأفاضل أحبتي مشاهدي قناة الكميل الفضائية. نعم، هذه المرة المشاركة من كربلاء المقدسة، المشترك أحمد الفاطمي. طبعا القصيدة اللي راح أقرأها إن شاء الله بالمرحلة الثانية هي قصيدة صلى عليك مليك السماء، طبعا بإشراف المدربين محمد الشيباني وملا حيدر الصغير. أحاول أن أصلح الأخطاء اللي طحت فيها بالمرحلة الأولى وأحسنها، بالإضافة أن تكون القصيدة متكاملة. يلا، السلام عليكم أهل اللجنة الموقرة. السلام ورحمة الله وبركاته. اسم المتسابق أحمد الفاطمي، العمر 15 سنة، من محافظة كربلاء المقدسة. شلونك أحمد؟ الحمد لله زين إن شاء الله. نعم، ما أشوفك مستعجل في دار خليك. حي الله أحمد، كيفك؟ شلونك أحمد؟ الحمد لله بخير. دكتور مهدي يسلم عليك. الله يحفظك. دكتور حسام بقلبهم دا يسلم عليك. حبيبي. المدربين دا يدعوا لك بقلبهم. اللجنة هنا أنا كلهم دا يدعوا لك. يلا. هلا بحمودي. هلا. استقر على كيفك، حدد الطبقة وتوكل على الله. يا الله. إن شاء الله قصيدتي الملا باسم الكربلائي للشاعر جابر الكاظمي. توكل على الله. صلى عليك ملي سماء جسم صريع بالعرى مقطع الأضاء صلى عليك مليك السماء جسم صريع بالعرى مقطع الأعضاء سليم حسين غريب حسين سليم سليم حسين ويدي غريب حسين مو آية وحدة بهذي نزلت آيات بها الكتاب صريح شمع بسم الإله تسبيح معناها يشعر عالم الموجودات باللي يحزن وباللي يفرح وبهالشعور علي وادي الطفوف والضيح بكى عليك ضمير جماد ثم ارتدى ثوب الحداد يا مبكي الأطواد عجيب الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عفية 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 بارك الله بيك بارك الله عفية عفية يا حبيبي عفية عفية
الله الله أكيد الله. أبدو وياك أستاذ حسام. أنا عايزه. حبيبي سيد حسنين. طبعا أنا اتشرفت بتسجيل القصيدة دي مع الملا باسم الكربلائي الشاعر الأديب جابر القزمي، من الحاجات اللي اتشرف بيها بصراحة أن الواحد شارك في عمل زي ده بالضخامة دي. حبيبي أحمد ما شاء الله عليك، اختيار موفق لايق على صوتك، أديت كويس، خفت منك في الأول بجد خفت، بس ما شاء الله لميت الموضوع، أديت أداء كويس. نفسي بس المايك تبعد عنه لما صوتك يعلى، مش لما تبقى الجملة واطية نبعد عنه، الجملة واطية نقرب المايك. انت عملتها مرتين حلو الإحساس، بس اعمل حسابك الناس مش سمعاك في الجمل الواطية، فبس خد بالك بالحتة دي في المايك. التون ممتاز، أداء هايل، وصلت لي الكلام، التعبير بتاعتك ما شاء الله. انت عندك كم سنة؟ 15 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، 15 سنة وتوصل لنا الإحساس ده والناس تتفاعل معاك التفاعل ده، يعني معنى كده ان ليك مستقبل كبير. ربنا وفقك، احسنت حبيبي، شكرا. استاذ حسام تتذكر كواليس من هذه القصيده؟ تلحينك يا تلحينك استاذ، لو تتذكر وما تسولف ايه، تتذكر وما حاب تسولف؟ لا لا خالص مش متذكر للاسف من زمن يعني، بس طبعا الاجواء اياميها كانت مختلفه عن الايام دي الحقيقه، يعني اجواء التسجيل القصايد يعني في الفتره في الالفينات كانت غير دلوقتي، بعد 2020 او من 15 ابتدت الدنيا تتغير، يعني اسلوب العمل زمان كان اسلوب جماعي، كنا بنقعد انا والملا باسم وكان ساعات سيبقى موجود جابر القزمي الاديب الكبير، وكان انا مش فاكر مين المخرج اياميها كان معانا، بس كان في اجواء عمل تشاركيه في الاراء، واعتقد هو ده اللي كان بيعمل الاعمال الناجحه، ان مش راي واحد او واحد بيفكر لوحده، لا كنا بنفكر مع بعض ازاي ننجح العمل على بعضه، وده هو ده العمل الجماعي، وده فعلا عمل جماعي بمعنى الكلمه يعني. يعني هو لسه سائلني القرار على اساس ان انا هل شاركت في اللحن ولا لا، ممكن اكون شاركت وانا مش فاكر، انت فاهم قصدي، لان محدش عارف مين عمل يعني فعليا مين اللحن. أحسن. كان العمل جماعي، العمل جماعي ده اللي بتكلم فيه، المشاركه هي اللي بتولد الابداع، فالحمد لله كان لي الشرف في التعاون معهم، وان شاء الله نرجع لأحمد ربنا يوفقك، وإن شاء الله المرحلة الجاية ما أطير على الأساتذة، بس السؤال الأخير، هذا العمل العظيم والجبار وأمثاله إحنا نسمعه بنصف ساعة أو أقل حتى تصل إلى 10 دقائق، بكم وقت تستمرون حتى؟ ممكن شهر، ممكن شهرين، ممكن 3. الله. إحنا نأخذ خلاصة. إحنا تأخذ خلاصة اللي حصل في 4-5 دقايق وخلص. مذخور لك يوم القيامة إن شاء الله تعالى. كذلك يا رب أجمعين. ملا باسم الكربلاء رادودنا الكبير وأستاذنا الكبير الشاعر الأستاذ جابر الكاظمي. نعم أبو زكريا، خلينا نختم وياك أبو زكريا. كيفك؟ نعم دكتور مهدي دغاغلة. مني دك هاي لي دك هاي حبيبي. إن شاء الله. أحسنت سيدنا، وشكرا ملا أحمد. ملا أحمد الحقيقة أنا بس بيوم كنت أتأدي قلت اللهم اجعل ملا أحمد وجيها عندك بالحسين عليه السلام، وبعدين ذكرت أنه ندعي لأنفسنا أيضاً، وجعلنا كلنا إن شاء الله وجهاء بالحسين عليه السلام، واجعل شاعر هذه القصيدة ومؤديها أيضاً من وجهاء بالحسين، وجهاء ومن خدام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله يحشرنا كلنا مع أصحاب الحسين عليه السلام. الحقيقة أنت تحمل تجربة بهذا الأداء، تبين عليك خلفية تجربة أعوام أكثر من عمرك بكثير، وهذا من عطاء الله سبحانه وتعالى والتفاتة أبي عبد الله الحسين عليه السلام نحوك. أنت كبير ومؤدي ورادود، والمستقبل أمامك إن شاء الله، موفق إن شاء الله تعالى. أبو زكريا حبيبي. حبيبي سيدنا، شكرا لك وشكرا لملا أحمد. أحسنت حبيبي أحمد، أحسنت. أولا أحمد اليوم يعني عاش انتقاله في اسلوب الاداء وطريقه الاداء، شوي هذا الاداء خلينا نقول اداء التميعي او الاداء البارد هذا ابتعد عنه بهذا الاسلوب، وهي تحيه للجنه التدريبيه حقيقه اللي بذلت جهود، واحمد صوت متمكن، وهذا شغل المدرب يعرف شلون يوظف الصوت اللي موجود عنده، شافوا احمد صوت متمكن. الله حبيب. نعم ابو كمال عفوا، اقول كانوا مبدعين وكبار بالتدريب فعلا، جميعا جزاكم الله خير الجزاء. ابو زكريا، فاللجنه يعني بدوا لجنه التدريب بدوا دورهم الفاعل في تطوير امكانيات ملا احمد، لان هو يحمل صوت جيد، عنده خصائص جيده، هم وظفوها بهذا الشكل الرائع، واحنا سمعنا من عنده حقيقه قصائد سابقه
يحمل صوت جميل، ولكن اليوم الأسلوب اختلف، طريقة الأداء المنبري اختلفت. هذا جانب. جانب الآخر، عندما نريد أن نتحدث عن الأداء المتكامل، ما يكتمل هذا الأداء إذا ما يكون الشعر جيد واللحن جيد والصوت جيد. هنا بهذا الأداء اللي قدمه ملا باسم والشاعر جابر الكاظمي وبهذا اللحن واليوم اللي قدمه ملا أحمد، هذا سحول أداء متكامل، شعرا لحنا أداء، خلصت، قدمت الصورة الأدائية الجمالية بأبهى صورتها وأجلى صورتها. فأحسنت يا أحمد يا حبيبي. طبعا دخول المستهل بطبقة مستقرة تماما، هيئ للدخول للأبيات، ومن ثم الصعود اللي موجود في داخل الأبيات كان مسيطر على طبقته أيضا، والإيقاع محافظ عليها، ومن ثم التسليم الجميل، وأدى بإنسيابية وسلاسة، وقدم هذا الإحساس الرائع، والتصرف مع المايك كان اليوم عايش القصيدة. أحسنت يا عزيزي والله يبارك بك. أحسنت، الله يوفقك. شكرا جزيلا. نعم أستاذنا ملا جليل كربلاي، تفضل. الله يبارك فيكم. بارك الله ملا. أحسنت أحسنت أحسنت، ثلاث مرات أقولها، وأبارك لأحبابنا وأعزائنا فرقة التدريب. الآن ثلاث نفرات جاءوا، ثلاثتهم قولوا يا ابوي، الله يحفظك حقيقة. وهذا أولا يعني سعيكم ويعني إشرافكم كان مميز حقيقة، وأبارك لك هذا الجهود، إن شاء الله موفق يا بالظاهر. الجماعة جايين منافسين يعني؟ لا لا كلهم أكيد أكيد إن شاء الله البقية نفس الحالة إن شاء الله بالتوفيق. بارك الله فيكم سيدنا. لسان حال دكتور مهدي دغاغلة، ولسان حالنا مجازا. وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين. الله عليكم، جزاكم الله خير، موفق إن شاء الله. كان اسم القصيدة صلى عليك مليك السماء، طبعا شاعرها جابر الكاظمي. الرادود اللي ألقاها قبل كان من لباس من كربلاي. كان رأي اللجنة إنه على حكيهم إنه كان الأداء متكامل، والحمد لله والشكر إن شاء الله يعني على رأي اللجنة إن شاء الله أقدر أكون واجيها بالحسين وأهل المركز الأول. نسمع قصائد تراث الاستفادة من خبرة الرواديد طريقة إلقائهم القصائد، كما أنه نسمع أكثر أغلب قصائد التراث تكون متكاملة من حيث الكلام شعراً والأداء.